كتير عن ابو الكوره، اللي عايز يشجع الكوره، اللي بيحب الكوره، على اللي مهتم بالكوره، على اللي بيشجع فرقه في الكوره، على اي حاجه ليها علاقه بالكوره. الواحد والله العظيم متعكنن ومقروف، ويعني حتى الحاجه الوحيده اللي بيحاول يلهي بيها نفسه عن مشاغل الدنيا والمذاكره والكلام ده تقرفه. يعني النادي حتى اللي بشجعه للأسف خذلني وكنت متوقعة، كانت متوقعة وهنتكلم كانت متوقعة ليه، وقلت قبل كده كتير ليه وهنقول تاني. خلاص تعبت، أنا تعبت، يعني أنا مبقتش قادر، أنا بجد يعني عمري ما نزلت الشارع وأنا لابس سيرة الأهلي وأنا راسي عاملة كده في الأرض، عمري دي أول مرة والله العظيم. دايما اللي مثلا تشوفهم لابسين الزمالك تلاقيه مثلا ايه يقعد ينكشوا معاه ويقول له زملكاوي ايه بنشجع الاهلي ومش عارف ايه. دي كانت اول مره كده. مبروك للزمالك، فريق محترم، لعب بكل جديه كل احترام. مبروك السوبر فوز مستحق 100%. مش هطلع صيح واقول لك لا احنا خسرنا ظلم ومش عارف ايه، لا الزمالك كسب فوز مستحق، يستحق الفوز اللي هو كسبه ده، لعب برجولة. فلا تتعب فبتلاقي، بتلعب برجولة يعني بتحاول تسترجل هتلاقي بطولات جاية لك. ده اللي عمله النهارده لعيبة الزمالك وإدارة جوزيه جوميز للماتش اللي كان بصراحة يعني روعة، يعني حاجة تتحسب له. طيب نبدأ واحدة واحدة. أنت قبل الماتش أساسا كنادي أهلي انت داخل الماتش ايه؟ اقول لك داخل الماتش ايه؟ والله داخل الماتش انا كبير افريقيا، انا النادي اللي مفيش مني اتنين، انا لعيبة احسن لعيبة في العالم، انا وانا 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 والحديد التانى. طب يعني احنا قلنا يا جماعه انا الاهلي، انا ما بتفائلش بالاهلي لما اللعيبه مغروره. شفنا من كام يوم، من يومين ثلاثه، امام عاشور وسام ابو علي في التمرين بيقلدوا احتفالات بلينجهام على اساس يعني اللي واحد فيهم هيجيب جون هيحتفلوا الاحتفاليه دي مع بعض. فين عاملين كده في التمرين؟ لو ايه، لو انا جبت جون وانت جبت جون نحتفل مع بعض الاحتفاله دي. طب ده في سن الغرور. ما هو ده بيديك رساله اللي هو انا داخل اكسب. تعالى بقى نتفق قبلها بثلاث ايام الاحتفالات اللي عامله ازاي وقدام الناس، وهوريك قدام الناس. طب ما هو طبيعي الحاجات دي بتتحس، فالواحد خلاص يعني اللي هو اه هتبان، باين ان هنخسر. يعني قلنا قبل كده كتير محمود الخطيب يعني ربنا يسامحه والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا 100 مره هو وادارته الفاشله، اداره فاشله. دعموا يا جماعه، نجيب تدعيمات صح يا جماعه، احنا 95% من الناس اللي كنا عايزينهم ما جوش. مفيش صفقات عدلة. يحيى عطية الله دعمته تمام مكان علي معلول، راجل محترم كويس، النهاردة عمل فضايح وهنتكلم عليها كمركز، تمام متقفل. اشرف داري لسه انا ما شفتوش، المفروض طبعا مدافع كبير وعارفينه وعارفين قيمته، لسه ما لعبش وكان نفسي يلعب النهاردة مكان ياسر ابراهيم، اللي برضه ياسر ابراهيم كان فضيحة النهاردة بالجون اللي ناصر منسي جابه عليه ده وهنتكلم عليه. فضيحة يعني. انا متضايق جدا، موضوع مستفز جدا ومش معقولة بصراحة. هل مهاجم مكان يعني بديل وسام ابو علي مثلا؟ وسام ابو علي دلوقتي اتصاب، هتلعب بمين زي ما قلنا؟ ما جبتش حد. عندك الوينج بيرسي تاو النهارده زي الزفت، وحش جدا يا جماعه، بقاله فتره كبيره وحش. حتى الجونين اللي جابهم في جورماهيا في الدور الاول انا مش مقتنع برضه، ما جورماهيا دي مش فرقه هيقيس عليها. ما انا لما اجيب بيرسي تاو قدام العين اللي هنلعبها كمان شهر وهنتفشخ منها، وانا بقولها اهو، احنا هنتفحت من العين الاماراتي. بالمنظر اللي انا شايفه ده انا عانيت قدام الزمالك، العين الاماراتي اقوى طبعا فرقه عربيه من اقوى الفرق كمان، هنضيع هنلعب قدام الا بقى لو في كلام تاني حصل ساعتها. فانا مش مدعم، انا مش جايب وينجات اللي قلنا عليها، مش جايب نص ملعب عدل تاني جنب امام. انا نص ملعبي النهارده زي الزفت. اكرم توفيق النهارده وحش جدا بغض النظر عن ضربه جزاء اللي اكتسبها،
هي اصلا لو حمزه المصلوسي بس ما كانتش داسها عليه ما كانش في ضربه جزاء، شايط كره زي الزفت بشماله واتاخر جدا، لولا بس ان حمزه المصلوسي داس عليه ولبس في ضربه الجزاء كان زماننا خسرنا 1-0، او الله اعلم كان اللي حصل. ما كانش وسام حط ضربه الجزاء اللي حطها. ليه نوصل نفسنا كده ليه؟ الحمد لله معانا استقرار، عن فارق عن كبير عن الزمالك، والناس كلها عارفه ظروف الزمالك عامله ازاي. معانا فلوس الحمد لله جدا، جاي لك فلوس من اليو ديانج، من عبد المنعم اللي ما شاء الله صفقه لوحدها 5 مليون، غير مكافاه ماليه بتاع كاس العالم للانديه اللي تدخلها، غير مكافاه مش عارف بتاعه دوري ابطال افريقيا اللي خدتها، الدوري. فين بقى الكلام ده بقى؟ فين الفلوس؟ يقول لك اصل استاد الاهلي، اصل احنا حاطين كل الفلوس في استاد الاهلي. طب استاد الاهلي ده يا جماعه بيقولوا عليه والله من 2014 مثلا، من 10 سنين، يقول لك عايزين نعمل استاد وده الشكل مش عارف الايه، فين بقى الكلام ده؟ وانا ليه احط كل فلوسي في الاستاد؟ الاستاد ده حاجه مستقبليه. فين فلوسي دلوقتي؟ انا فين ده الدعم دلوقتي فين؟ انا باقي لعيبه اكتر ما جايب، ما هو ده غلط. طب ما هو طبيعي هعاني. مباراه السوبر الزمالك داخل هو بمعنى الكلمه اندر دوج، يعني الفريق اللي مش عليه امال كتيره، الناس كلها عارفه انه داخل يخسر، وشفت ناس كتيره بتقول ان الزمالك هيخسر، الزمالك وحش، الزمالك مش بيبقى مصدق نفسه لما يكون كسبان، بيرجع في النتيجه، الصفقات مش قد كده، شفنا الكلام ده وسمعناه. والاهلي طبعا بطل افريقيا، ما هو اللي ماشي بفورمه ما شاء الله، جورماهية كسبان 3-0 رايح و3-0 جاي والكلام ده. طب يعني انا مش يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. كولر بالتاكيد محدش يختلف ان حبنا ليه اكيد مدرب عظيم، والحمد لله يعني عامل معانا بطولات بالهبل ما شاء الله، لكن النهارده كلمه حق لازم من اللي احبه انتقده، ما ينفعش. زي الزفت النهارده، جبان جبان جبان، مدي للزمالك حجم اكبر منهم. من اول يحيى عطية الله بيقول له ما تتقدمش، اصل خايف من زيزو مش عارف من تحركاته. ما عنديش اختلاف على زيزو انه لعيب كبير، لكن يحيى عطية الله بيتميز بعرضياته انه بيزيد بيعمل اوفرلاب. فين بقى الكلام ده؟ بيضم للعمق زي ما شفنا في ماتشات جورماهية، بيضم لجوه ويباص مثلا لوسام لما عمل له الاسيست في ماتش جورماهية مثلا، شفناه بيضم، ما بيزيدش كتير. ليه؟ اصابه محمد هاني الله اعلم ربنا يشفيه، رباط صليبي ولا في الغضروف ولا مزق ولا ايه، شكلها اصابه طويله. عمر كمال نزل، يعني كان هيتسبب في ضربه جزاء لدونجا، وانا بشوفها ضربه جزاء صريحه بصراحه بتاعت دونجا دي اللي ما اتحسبتش، يعني خليني حقاني زي ما حسبت للاهلي يحسب للزمالك. يعني حاجات غريبه، ماتش غريب، في خناقات كتيره جدا، في مناوشات، في كانت ان كان الزمالك هينسحب لما ضربه جزاء اتحسبت للاهلي، محدش عارف حاجه. دونجا بيتخانق مع امام عاشور، اللي انا سمعته دونجا طلع قال ان امام عاشور شتمه بالاهلي. الناس كلها عارفه انا قد ايه بحب امام عاشور، الناس قريبه مني عارفه انا بحب امام عاشور وشايفه احسن لاعب في مصر والكلام ده كله، وانا بعشق امام، بس امام بقاله فتره كبيره يا جماعه محتاج يظبط، محتاج يفوق ويظبط، لانه في دوامه تقريبا، في غرور، في حاجه غريبه، في اداء في المستوى وحش جدا. النهارده كان زي الزفت، ماتش امبارح ما لعبش بجنيه، وبيتفزلك كتير، يعني لازم فزلكه، يعني تحس انك تلعب في البرازيل لازم فزلكه تحصل، ساعات تمشي معاه واغلبيه الوقت لا تتقطع، انت مش عارف ايه يعمل بالكعبه تتقطع. طب يا جماعه ما هو مش وقته، انا عايز اكسب الماتش، اعمل الكلام ده وانت كسبان 3 او 2-0. يتخانق مع دونجا ويشتم، يعني زي ما شوفوا دلوقتي قدامكم على الشاشه، يعني ما ينفعش، يعني دي كلام انه شتم التاني بالام والكلام ده، ده غلط يا جماعه، ما ده مش اخلاقنا، ما ده بيرد علينا احنا كنادي، ده بيترد علينا احنا. سمعت ان في كلام هيبقى فيه عقوبات على النادي الاهلي في على اللعيبه، يعني رسالتي للخطيب قبل ما تتعاقب اللعيبه عاقب ادارتك الاول، الاداره البخيله، اداره مش عارفين نعمل سكاوتنج، وقلت لكم قبل كده كانت فضيحه وسام ابو علي، ان وسام ابو علي جالنا عن طريق واحد زينا مشجع بيعمل سكاوتنج، رشحه لياسين مكارم محلل الاداء، قال له اتفضل ده لعيب كده حلو قوي شكله هيناسبك، خش اتفرج عليه
حاجاته اهي وارقامه اهي وفيديوهاته اهي. ايه ده، الله ده جميل قوي، هاته والحمد لله نجح. هنتكلم عن وسام برضو النهارده. فانت ادارتك فاشله، فعاقب ادارتك الاول، امشوا بقى كفايه، انا عايز انهض والله. هات لي تركي الشيخ ده يمسك كل النادي. اشوف هالاند ولا حاجه جنب وسام ابو علي. ما اصل ايه، ما هو مش هينفع يعني. النادي اللي هيحب يصرف يجيب صفقات، سان داونز مثلا، تبص على سان داونز ان شاء الله جاب صفقات ايه، ولاعيبه برازيليه وجنوب جنوب امريكا ومش عارف ايه. طب ما هو طبيعي، شايفين في سان داونز فرقه كبيره، الوداد ناس كلها بتصرف، الترجي عامل صفقات، العين الاماراتي اللي هتقابله كمان شهر في بطوله الانتركونتيننتال اللي اتكلمنا عليها، بطوله مهمه هتفرق معاك، هتكسبهم، هتاخد كاس تقريبا كده. بعدها هتلاعب فرقه من البرازيل او من امريكا الجنوبيه تكسبها، تروح تلعب مدريد، كل ده بيضيف لك. فللاسف الكلام ده كان متوقع جدا ان احنا هنعاني. انا كنت متوقع بصراحه قبل الماتش كنا نكسب الزمالك 3-0. يلا يا جماعه دلوقتي فاضل نص ساعه على الماتش، الاهلي والزمالك. انا بقول ان شاء الله 3-0 للاهلي. كان ليا سيناريو تاني في دماغي، بس اللي شفته اول ربع ساعه اول تلت ساعه قلت لا احنا بنضيع. اللعيبه كلها قاعده ورا مش عايز يزيد. هدي الحق طبعا لوسام ابو علي، الضربه الحره بتاعته اللي كانت في اول الدقايق كانت رهيبه، راح على الجون مسطره ما شاء الله. عواد النهارده برده حارس عالمي بصراحه، نديله حقه، حارس كبير، حارس كبير، صد ضربة جزاء، توقع معظم ضربات الجزاء، حارس كبير، كان في الماتش بصراحه بيصد حاجات حلوه. لا يعني فعلا حارس كبير ويستحق يتواجد في منتخب مصر. نيجي على محمد الشناوي. محمد الشناوي كارثه والله العظيم، كارثه وكفايه كده يا شناوي اللي انت عملته معانا، على راسي والله العظيم، عمري ما اقدر انكر ده، كفايه. السن كبر، الرميات والرد الفعل بقى بطيء. عندك شوبير احسن جون في مصر، ما بيلعبش ليه؟ بتلعبه ماتشين ثلاثه شوبير وتريحوا 20 ماتش عشان الشناوي يا جماعه؟ ما هو ما ينفعش. لعيب كبير ايا كان مين، وحش ريحه، يفوق العب عليه الاحسن، يفوق برجعه تاني لما يفوق. مفيش، الشناوي يلعب الشناوي، كارثات بتحصل، كارثه حاجات. ومش الماتش ده بس على فكره، ده من الموسم اللي فات وبنقول وبنتكلم بس ما حصلش حاجه. نفسي اداره تقتنع ان عندك واحد بره على الدكه ما شاء الله عليه، من احسن حراس مصر والله، احسن واحد فيهم كمان، ويستحق الاحتراف. يا ريت نبص، يا ريت نغير، يا ريت يبقى في فعلا عقوبات، لعيبه تفوق بقى لدماغها بقى، نفوق. وسام ابو علي النهارده يعني طبعا ضربه جزاء حطها في اللايف، كانت اثناء المباراه في النص بهداوه ببرود بتمام والحمد لله، ما جالوش فرص كتيره اقدر الوم عليها وسط الماتش، لان اصلا احنا ما كناش بنهاجم. طاهر محمد طاهر نزل عمل ترقيصه كده بس زودها جامد، طمع فيها ما عملش حاجه. رضا سليم نزل ايا كان اي كلام ما عملش حاجه. قفشه برده زي الزفت النهارده ما عملش حاجه. اكرم توفيق وحش جدا. مروان عطيه بصراحه كان كويس بس برده ما ظهرش. يحيى عطيات الله، هو انا ما عنديش اختلاف على امكانياته انه لعيب كبير، بس النهارده كان يعني كان سبب في الجون على فكره اللي جابه ناصر منسي. فاكرين الجون بتاع امام وسام ابو علي لما امام عاشور عمله الاسيست قدام بيراميدز في الدور الثاني لما كسبناهم 1-0؟ فاكرين اصلا سبب الجون بتاع الاهلي كان ايه؟ محمد الشيبي كان عارفين عايز يرجعها بالكعب كده، حتى لقينا بعدها المدرب بتاعه قعد يزعق له ويتريق، قال له يعني ما تعمل الحركه دي اللي هي بالجنب، عايز يرجع الكوره، بيبص الكوره بفزلكه بالجنب مش قدام. هي بالظبط النهارده ايه الحاجات اللي عملها، اتقطعت تقريبا من عمر جابر او زيزو، زيزو تقريبا قطعها، ده عمر جابر، عمر جابر دخل لعبها عكسيه ما شاء الله. ناصر منسي اديله برده حقه، الراجل بصراحه ده يا جماعه اتهان من جماهير الزمالك ومن جماهير الاهلي من اي حد، انتقاد انتقاد، الراجل اشتغل على نفسه، تحرك ممتاز. كان ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم هنا، ناصر منسي عمل كده، خد الكره حطها جون، والله الكره تتصد، والله الكره تتصد، الكره مش رايحه قويه، لو شوبير كان ممكن يصدها. الشناوي وحش جدا، يسال على الهدف ده، ياسر ابراهيم النهارده يسال على الهدف ده. بص الفيديو قدامكم، ناصر منسي كاله ازاي ودخل جاب جون. الراجل يا جماعه زي ما قلت لكم انتقد كتير جدا من جماهير الاهلي والزمالك، اشتغل على نفسه وعرف يجيب جون، عرف يجيب جون وعرف يجيب ضربه جزاء،
وحته الغرور اللي قلنا عليها في ضربات جزاء، رامي ربيعه دخل الشوط الاول شوطه كانت هتتصد عمل كده، ما ينفعش، ده غرور برضو، ده قلنا عليه غرور. بعدها بكام شوط عمر كمال جابها وعمل كده يا جماعه، ما هو وبعدها ايه بقى؟ بص بقى، نصر بنسي اللي هو عريس المباراه ما شاء الله المرزق جابها وعمل كده، بيطلع لسانه وبيتريق على لعيبه الاهلي اللي بتعمل كده. يعني انت اللي كسبت نفسك، كسبت نفسك عرتنا يعني، وما حركات مالهاش اي لازمه وحاجات هبل، ده هبل اللي بيحصل، ده هبل هبل وغرور وحاجه نيله بصراحه. مبروك للزمالك يعني، اتمنى اللعيبه تفوق، الاداره تسمع للكلام اللي الجمهور بيقوله، مش والله الجمهور مش عيب تسمعوا كلام منهم، اللعيبه تفوق، نبدا ندخلين على بطولات مع بالمنظر ده، هنتاكل من عين الاماراتي من اي فرقه هنقابلها، يا ريت نركز نفوق لنفسنا، نطور من نفسنا، نحسن من نفسنا من الاداء ده، لان كده صعب جدا وهنتعب جامد. يعني مش عارف اقول ايه والله، بحفه متعكنا، ويعني مبروك لجمال الزمالك زي ما قلت في اول الفيديو، مبروك لعيبه رجاله تستحق يعني صفقات صح، ماشيين بشكل كويس، عارف يزنقوا الاهلي، مبروك وهارد لك لجمال الاهلي، تتعوض ان شاء الله رجاله، البطولات الجايه ان شاء الله لسه كتير ولسه ماتشات كتيره، نركز واتمنى لعيبه تفوق، الاداره تسمع، و تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. سلام.